بيوضهم منها من النفائس المستجدات مساليال كالقره صداو ميبكم إذا التنبيه برارجين يكم إذا على قيود قيدي على كرشون اسكو برارجيو جمعو قيدين قيدين لجميع قيود لك جميعها وهي قيود ما شيء واجي على الكوي لجمع كل ميو دراداد للكوي قيدا للكوي ميل للكوي كل ميو دراداد والبدن سيان كل مي وذلك كقول المصنف يا كلاب وفي الدهارة كقولي ويستثنى ميل عرب ذي ميت تون على عرب ذي ميت ذا سول دم دم لها للميتة تنسون هذه بسائل كودرر أنهان فلا تنجز هي ميت ذي هذا من جاس وياس ما إي عنك قويق من جاس وياس فجاء المصنف ميل كوي بقوله ما إعن يلكوي ليجمع سين جمعيو هو ما يعقاس السمن الصبوك واللبن والماء والعصير والخلة وغير ذلك من المايات يو لكن وفي المحرر ما يكسون هذه فلا تنجس من جاس وياس ما أنبسه ما أنكرونتا ما أنهوب لركل كم يبوا ما ليو لكن ما إعنهوب لرون عام واي والبدن أكل مياسو ما جي اللي جمع ساسو يعني ما نري مع ما أضمه ولأن أنضم الدون للقابه هو ما قدمايو إليه للمختصر إن شاء الله تعالى أنضمه أو من النفائس أو ما أنا محرر أنك يالنه أنك درس له ما يأنتك مدوريت ما يأنتاس محرر ما أنك راسي ولا ما يأنك لكوي لما ما جي اللي جمعه كل ميو كاس ما نادي ما إيه ما أن ليلة ربي ليو ما قلايان ولا إيكالا وانتي إيه وصبوكي إيه كل ما قلايان كل كن ما إيه أنساسان غريلي وفيه قصورون يكسوغون وفيه في الماء ما ليه الدلير قصورون قابنا أنا كسوغون هاني كلمة شامليو ما يوالي لأنه شاني لا يدخلو مقلو فيه في الماء بي ليه الدلير الباقي ما قلايان ومن الماء آتي إيه ساسان جمعه أو ما جيا وللشاني لمن عن ريبا ولنشاني قيت ما ناقو يوديا تريها ينقدا ما جيا لمن عن ريبا وللنشاني وذلك كقولي قول المصنف في النجاسة كقولي هي كل مسكر مائع ياري مثلا كل مسكر كوسورا ميوكس مسكر كاسو مائع قويون ياري قويون هوب لري مي ميل ريباي كل ميل ريباي ولن قوي ناين جاء المصنف ميل كوي بقوله ما إعن يري ليمنع هو مصنف كزين ريبو الجامد المسكراو والإنجاق نوع أن سكرا مياجر كالحشيش والطباكي أوكل فين كل مسكرين يري مانا كل كنا ديسار حشيش كي إطباكي دي أوكل ولا سكرا مياجر لكن نجاسينو نجاس ميو مانا نجاس ما من ما يولي ما إيه ما مقوين يو حشيش كنو والدول كباهي ليو طباكة دنو والدول كباهي ليو يعني كل كن هوب يعني يواكي مقوين مثلا ده سكرا مياين سكران كي هقلاين لكن ما إيه غالو كواي سنيو نجاس ما يوري ساس دراد دي كل كن أدي محرر كمي لي راي مثلا كل مسكرين لي راي كل مسكرين هوب لير ما هدا قلاتا والبدا سكرا ميا ولو انجيقنا دينا لكن ما يين هوب لري ميل كرابي ولين انجنا ان الكرابي تباكدي اوكل او ما جيا وللكوي لبيان الواقع سي ديدي ادايو شل الكوي ارنت ديدي وابنت بيال ادن سي ادل سي ادايو وذلك كقولي قول المصنف اوكل ابو عطا يغيب الشفق فيك الاحمر وجدودنا انت كويلو الشفق فيك انت كويلو شفقه سو الاحمر وكدري الاحمر شفق ورتم ميلن كسي فيد قدود ليو الاحمر ون بيان لبيان الواقع ليو مانا واحترز ما يبدور سدي مصنف بالاحمر يري اماغ يكدور سدي بعده بعد الاحمر قدود بعد شيء هذه او من الاصفر ومن الابيض ولم يذكر مشيغنا لفظ المحرر ولم يذكر لفظ الاحمر مشيغ ولم يذكر مال شيغنا
لفظ المحرر مال شيخنا في المحرر مالك شيخنا ما ما أضمه تيكم إذا تنسيك الدرس دي وأنا مينك الدرس دي يعني واكي مثلا باهي يعني ولو سنك الدرس دي مي إني ريبو كاسو يعني بيان بيان الواقعي هو حقيقة دي دي إني لاتي شفق بدنيا شفق الأبصغر ميا مي شفق الأبيض ميا مي شفق كيو كي الأحمر هايو كلكم بيان واي ما يلكو دور سدايه ولي ما بعده هو أصفر إيو أبيض إيو أكو دور سدايه في بعض المسائل منها من النفائس يعني واكي مثلا باهي ننظم دون في بعض المسائل مسائل بعض شأن ننظم دون هي مسائل أصنا في الأصل محذوفات هذين أي متروكات كل كتب هذين اكتفاء كافتون بذكر يا وصو شأنك كافتون في بعض الكتب لك شيء ما ينري مصنفك مد نفائس أنك دراو يا كتاب كنك دراو الجران غيري تنغاني شاكي منا التنبيه وكم ذير على قيود قيد يالي لسكبرا رجيو جمو قيد لجميع قيود وهي قيود ما لري ما جيه ولي للكوي لجمين أو ما جيه ولي للكوي لماني أو ما جيه ولي للكوي لبيان الواقع سديد سو قيود ما جيه لجمين مثال شميك مثال كقول المصنف في الدهارة ويستثناء ما لا ريب دي ميتة تنغى لا ريب دي لا دم لها للميتة تنصونا ذي بسائل كودر روغان فلا تنجسو هي ميت ذي هذا من جاسو ياسو ما إعان والقويم من جاسو ياسو فجاء المصنف لكوي بقوله ما إعان لكوي لأجماع سين جميو آهي لأن يصمنا واللبنا والماء والعسيرة والخلا وغير ذلك من المايات سين جملي لكن وفي المحررين ميكسون هذا فلا تنجسو هي ميت ذي هذا من جاسو ياسو ما أن من جاسو ياسو ما نكربتي وفيه في ماء ما يكس وفي ذكر ماء ماء هو قصور غابنا غا كسوغ ما من جاء سياس كيو تاسا كو هيل ديرو ما يولي لي انه شان لا يدخل من قالوا فيه في الماء في الماء بلا يدلي شيخ الباقي ولي باقي نغ دائما الماء ياتي ما قال ايان كلكم اجي لي جمع تفيلو جمع غا سيل ما بيودين ما جي لي جمع جا والبدن هشام ياس ما عين ما انت والبدن كل ميدي تاسوان فايدك جرت أو ما ولا غواجي على لكوي لمن يغربون لكوي كقول المصنف في النجاسة كقولي هي النجاسة ما يلري كل مسكر كوسك رامي أو كستواي مسكر كاسو ما يين غوين إنجين يميل كبهي إنجين على كرهباي جاء المصنف لكوي بقولي ما يان ليمنع هو مصنف كسين غرب الجامد كو إنجين على المسكر سك رامي أو سين غرب كونسك مسكر واي سي سهارة من غير ما هي النجاسة وذلك كالحشيش حشيش يوكل ابوا والتباك يوكل ابوا تباك انك مارن مثلا تباك جيب شيك جرتو نيو يعني بعضك دوبم صلاه ساسات ليل تكو دي مرمر كل كياب اني كو وي ميلو غل دمانا ميلو كو بدي كدو هي اغلي دي كورت مرمر لكن صدم بدن مي بوا ولا هو وديير اسوب اوغي مانا اني ولا هو ولا هو وديغو ها ميلاس كو ديكي تباك ديك جيد مانا kolkum tubaakadii haddii jeebkanka jarto tukudo dhan salaadaan saxaasan leey laakiin sidii waa haramanka tuumana sidii waa dad sukraamiyaas hoob dad sukraamiyaan barta haddii barta bilaaw baad yar ga semana geb geb aad soo bad bilaaw tuumana laakiin lam beer hoola ki badan ki badan jirbal jirka lagu qabsata marka dembeley ha ka kiyaay marka safada samana walaa tubaakadaasi sigaarka si jaadka si kulli saasumana ay waa ma jii awalilla la kooyay sidii oo sukraamiyo ka saaye haraman gayin laakiin sidii daatidii oo nijaas ma waa oo ma jii awalilla la kooyay li bayaanil waaqi si diidi adayo shala la kooy guyud geeda geeda la sheegi atambihu ala guyudin geed ka dal la kooy may ma jii li bayaanil waaqi si diidi adayo shala la kooy ka qawl al musannifi ata yaqiba ila ku ila wa shafaqo hatta wala yad yani mana wa yastamiru ويستمر وقت المغرب دائما حتى يغيب الشفق الأحمر صدو حتى يغيب الشفق فيد كنت كترما والأحمر فيد هدلر سدينا كده فيد كأن يوكو أصفر أيكو أبيض لما ذا زدم بما كان أحمر كأل فضائل لبيان الواقع يومنا الشفق فيد كي الأحمر قدودنا إلى كنيا واحترز المصنف بالأحمر يريما وكدور سري بعد أو بعد الأحمر أمر بعد شيء هذه يوم من الأسفر كي بروسنا ولا بيض ولا يذكر لفظا ولا يذكر مشيقنا فاعل كصاحب المحرر ده
ولم يذكر هو صاحب المحرر مشيقنا لفظ المحمر هذه مجهول بنيتون ولمسلم كان مجهول كان سايان ولم يذكر أمال ولم يذكر لفظ مركز قداسة دي وكروشون مين قداسة ولم يذكر هو صاحب المحرر مشيقنا لفظ الأحمر في المحرر مشيقنا في بعض المسائل متن متنين ويدياس مع ما أضمه ولأنهم دموا للقب إن شاء الله تعالى من النفائس مسألية على المستجدات لقروح صديقه في بعض المسائل مسائل بعض الشنة يعني أن زيادية أن دموا للقب هي مسائل أسنى من الأصل أصلك محررها هي شب محذوفات تلها هذه فيت مسألية الكسويل إن شاءنا محرر لنشان أي متروكات تلك كتابية ميل كتابي لما اكتفاء لأجل اكتفاء كافتهم بذكرها ذكر المسائل الشيخ يلم كافتهم في بعض الكتب ومنها من المسائل المستجدات منها ما يكون إذا التنبيه وكم إذا ومنها من المسائل ومنها من المسائل مسائل ما يكون إذا مواضع ومواضع يكم ومواضع إذا سوى يسيرة ير مواضع إذا سوى نحو الخمسين خنطن لمدة موضع من موضع خنطن موضع أوكي لمدة ذكر صاحب المحرر ذكر هو صاحب المحرر شيغي ها مواضع داسك شيغي ما ها مسائل داسك شيغي في المحرر كتاب شيء محرر على خلاف المختار سيدي الدور ذي في المذهبي مذهب كلك الدور ذي خلاف شك شيغي كما سيدي سترى انت ادارك دونت ها مسائل داس ان شاء الله تعالى واضحات هالتتي ادارك دونت ها ما ينري هذن ومنها من المسائل المستجدات ما يكون إذا مواضع موضع يالي يكون إذا مواضع إذا صو يسيرة ير مواضع إذا صو نحو الخمسين خنطن قدر شو إيه موضع من موضع واحد ذكر صاحب المحرر شيخها مواضع إذا في المحرر كشيخ على خلاف المختار سل الدور ذي في المذهب ماذا وشاف على الدور ذي خلاف شك شيخي أنا شيخي مواضع إذا كما سيدي تتسطران تدرك دونتها موالي ذا سرق دونت إن شاء الله تعالى إلى هذه دون واضحات هال التتيادات منها من المواضع ما يكون إذا قول المصنف يكون إذا وكذا كالمذكور يلمذ هذه في قول نجس كقولي وكذا كالمذكور يلمذ هذه في قوله نجس كقولي نجس كاس لا يدرك أنه لأنه نجس كاس يعني طرف إلا أنه لأنه طرفون واي طرفون رادر هب انت طرف فضل ارغيس انا غلاس طرفون رادر هب اي لا يدرك طرفون البهول نجس كا سنغل الانن عالم دسون والمنجاس يو نجاس الا بن ارغان سين يرت والمنجاس يا سوف كديرتو ذكر الرافعي امام الرافع ما شيغي ان هذا القول قول كن كان مرجوح ان الكراجع سن يشيغي فرجح المصنف واحد فرجح ما يرجحي هو قول كسوي المصنف واحد فرجحت تأيي إنك فرجح هو فرجح ما يرجحي هو قول كمرجو شيخ كشيخي المصنف والرجح خلافا مخالفا هال خلافا يولو للمحرر محررنا خلافي بقوليك خلافي قلت ذا القول أظهر سريوا قلت قال النووي ما يقول إذا القول قول كن كان أي أظهره أكبر قول كما هي وكذا في قوله نجس ما هنا وكذا في قول أم تلها ميلون وكذا في قول عند قول نجس ما في قوله يا بريوان في قول بس لنغر في قول لا عندك وجرة ساسا صح وكذا كلمة كوريا لمدة هذه في قول عند قول نجس نجاس لكذا ولمدة يا ما أول من الجاس يومنا في قولين هي لايف ما في قولين لايف مرجوح كشيء وكذا في قولين غبر مرجوح هو على ظهره إيه على صاحمة نجس كأصول لا يدركون هل إعلان ونجس كطرف طرف إلا هل إعلان ذكر الرافع ما يشاكي قولين تاسوس لي أن هذا القول قول كان كان مرجوح إن الكراجة سني فرجح النووي أما فرجح المصنف إمام نووي رجحي هو قول كان رجحي خلافا مخالفا هال خلافا يله لصاحب المحرر خلافه بقوله قول المصنف يك رجحك قولي قلت أن ميك قولي ذا القول قول كن كان هو أظهر قيل دنغل نغري ما هو كان هو بدن نغري نجاسو إلن ديران هوب كديرتو مثلا كاذا دبقي كاذي ساكي فرجي جركا إني والحبود يا رقاسي
أما تيسوغو نجاسة دكرا فضاي قويم حبودي سيندي كوركا كوري خواد فيري دون والمارغاس واليركولي ولك ديري والإنغارغانو كاركياكو فيري دي مارغا ايتمان بيس داهير لي والمدبوا والمنجاسيو ومنا من المسائل المستجدات مساليال كاللغو روح سدي او انا كدري كتاب كن محرر كدري ميكم إذا إبدال ما كان من الفاذه غريبا إبدال ما شيء بدلو شيكم إذا كان هو ما هذا من الفاذي الفاذي المحرر محرر الفاذيس هذا غريبا هذه أي غير مألوف استعمالي استعمال شيء كلك سوها غير شيء هذه أو مهما كوه مقليوها هذه خلاف الصواب صد الصواب كخلاف شيء أنا كبدلي بأولها كوك وعدم بدن أنا كبدلي وأخسر كوك وقاب أنا كبدلي منه من الغريب كقاب نوك أولها سن بعبارات مع عبارات بعد بمعنى ما هو بعبارات مع عبارات عبر ديال للقب جليات أي ظاهرات مغضا ما يكره ومنا من المسائل المستجدات ما يكون مذاها من النفائس المستجدات إبدال ما لفظ بدلو شيء كان هو ما هذا من الفاذي الفاذي المحرر محرر الفاذيس هذا غريبا هذه غريبا صديو فسر أي غير مألوف الاستعمال استعمال شيء كلك سوى غير شيء هذه كلمة غريبة استعمال أنا بدل أي تعدانك بدله أو مهما كان هذا من الفاذي مهما كي وين مقليه هذا خلاف الصواب يصد الصواب كي خلاف شيء وين مقليه هذا تاس بدلو شيكم إذاو ما يك بدله مالي غريب كهايتي بأو الله كو أدام بدن أنا كبدله منو من الغريب كو أدام بدن واخسر كو كقابن أنا كبدله منو من الغريب كو قابن بعبارات ما عبارات عبر ديال إن للقب عبرات كاسو جليات أي ظاهرات وموضحات عدد جليات وموغدانو عدان إمانا ومن إبدال الغريب ومن إبدال الغريب كانوا غريب كبدلو شيء ميكم إذا إبدال لفظ باغ باغ لفظ شيء اللي بدلايو ببستان لك بدلي باغ غين كلام يا أين كوالي نعم بيسيو باغ ألفظ غين نعم ده بيسيو جرى بإبدال لفظ باغ باغ لفظ شيء اللي بدل باع ما باغين غين ببستاني لك بدل شيخ معرر ما يدك سدي باغين غير يدك سدي مصنفكم ما يدك سدي بستاني بستاني إيو باغين عدت كساسا بستاني بيرجيد ما وباللفظ كان دوجين أكل كان دوجين لفظ شيء اللي بدلي بوعاء ويل لك بدلي وعاء معروفة بنان كيار كان دوج نادي كساسا كان دوج يسون ويل لهو كل كن لفظي غريب كبدلي بوعاء كبدلي وفي لفظ غرمولين غرمولين لفظي شيء اللي بدل بذكرين لك بدلوا ذكر هو بلد صديق كتاب متصلات لهم ذكرين انت شارع للي بذكرين معنى غربو غرمولين هو بلد مثلا غرمول ملك سوال سون ذكر ريو لكن لفظي غريب غيره ما ينقضي غير مألوف الاستعمال معها عريب ذني شلك كنت نفتي تانك بدل لي وبلفظ غرمولين غرمولين لفظي شيء اللي بدلي بذكرين ذكرك بدلي ذكرين رجلين ومن إبدال المهم أو مهما خلاف الصواب كوي ومن إبدال المهم كي وهم قلياي خلاف الصواب وهم قلياي بدلو شيء ميكم إذا إبدال ولا يجوز ولا يجوز لبدل إبدال يلي يدد إبدال ولا يجوز له إبدال ولا يجوز مبنى لبدل أو ما لك بدل يشترط ولا يجوز مبنى بليري محرر كاري ما يكبدل إلا يوسف يشترط ما لي شرطي في أول الدهارة الدهارة ذو ولش ما لي شرطي سير يوم أنا ولا يجوز مبنى في أول الدهارة مبنى هابلر يعني والكرونياري يشترط ولا كبدل يشترط ما لي شرطي في أول الدهارة ما لي شرطي تاسكم إذا وإبدال أي ميكم إذا ومن إبدال المهم كي وهم قلياي بدلو شيء ميكم إذا إبدال ولا يجوز باللي بدلو يشترط لك بدل في أول الظهرة وإبدال ليه هدون قط وإبدال فإن نصيا
لفظك أسفين نسيء اللي بدلو أهي بفانين فإن نسيء ترك فإن ترك لك بدلو بنسيان لانك فإن نسيء هذه المامو أرتي مي يا بفائنين أهي بفائنين فإن نسي هذه المامو بفائنين كوتبي هذه المامو بدلو شيكم إذا ترك فإن ترك لك بدل هذه كتابة في الولوء ويسد لهذه كتابة يلر ترك تفعل نسيه المامي والكرونيو المامو يم مأقبان كتابي مثلا في الولوء يا كتابي ويسد لهذه مأقبان كتابي فإن نسي هذه المامو بفان كتابي هذه المام فإن ترك هذه كتابة بفائنين أي في الولو يكشاغي يمانا ويبدال فإن نسي اللي بدلو بفائنين ترك لك بدل في الولو يويسد لتي مركي لروقوا مركي ويسد لتي لروق تاسنا فيها وليد نهارة مركي لروقوا هايت فإن نسي هذه فاهي ويبدال فإن نسي اسكا قبصي فإن نسي بدلو شيء بفائنين كتابي هذه المام أي فإن ترك هو مانا في الولو يساسا بري فإن عبارة المحرري محرر عبارديس توهم مي وهم قلياس اختصاص الحكم حكم كني خاص كي بين ناسي ليبس كي كتابين كجر وعبارة المنهاج تعم عمي ماس الناسية والعامدة فإن ترك هذه كتابة عمدا لين كتابيا نسيانا لين كتابيا عامة لكن المانغو كتابي هوبلر ما قلاس ما أنا عمدا ما قلاسه فإذا سلت أساسا إن شاء الله تهو فإن عبارة المحرر توهم هي عبارة المحرر ميت وهم قلياس فإن نسيه ساري اختصاص الحكم حكم كني خاصية بالناس لك خاصية عامد للجر والكروني تاسنا وعبارة المنهاج منهاج بارد اسنا تعم عمي ماس الناس ايو فإن ترك هو بادرت كتاب مين كتاب يكو يس كسان كتاب ايو هلمان كتاب ما هاي لما ذكر مياسو تعم عمي ماس الناس والعامد ويبدال ولا يجيز ولا يجبر ولي عبد سبي على النكاح بلا يزوج لك بدل ومن إبدال الغريب يكم إذا يقليك عضف ومن إبدال ولا يجير ومن إبدال ولا يجير ولا يجير بدلو شيء يكم إذا ولا يجبر مإجبار ولي ولي عبد أضام ولي شيء عبدك أصول سبيين أي ولي شيء مإجبار على النكاح نكاح مكجبار بدلو شيء ما لك بدلي بلا يزوج الولي بس ولي مزوجه ولا يمانا مجبار او ما مزوجه ما يقول لان اللفظ المحرر يوهم ما يوهم مجميي ان للولي اي يزوج او ان زوجي كرو بر الله كزوجي كرو مجبار او بر اجبار او من جنر علينا وان الممنوع كان الريبيني اي اجباره بس فقط واحد وليس الامر امركن كذلك مهان اذ الا الصحيح صد الصحيح منعه منع الولي ولي ريبه وشي ليو وصد الامر ريبه ولا يزوج ولا مزوج ولا مهان فلا ايهام مركاسي ايهام جرد مزوج ولا في عباره المنهاج ما يولي لنا فيه نفي المنهاج منهاج ما ينفي التزويج مطلقا بانفي جيب اهام مزوج ولا كان ما يري مثلا ميجبار ولا يهوبلر على خلاف الصواب هو معنا ميجبار ولا يهوب لا يرمانا هو بسرالي كنك هاكو ركويس انك يرى الدون يسيد كي لهاي انك يرى الدون كاي بلا ميك الدرائل كري ميجبار ولا كين هو من ميجبار انه بسرالي انك يرى انك يرى رديد الصحي اتارد هذا الشيء معتبر يا رالو هل يدر قبرتو انا كورتو انك دو يريستو اه لانكن انا يقول هل يدر هذا الشيء درائل من درائل هاو كلا يجبار كورما كل قدام كن ير سيد شيء نكاح مكي إجبار كرو ما لا يزوج جوا فيلو ما إنه إجبار هو بلير ما أنا أبرا لي إنه كم قلير أنا نكاح أنسى مير كوي استاذنا على خلاف الصواب يوم أنا ويبدل ولا يجبر ولا يجبر بدلو شيء كم إذا ولي يوم ولي مجبار أو عبد سبي ولا يجبر ولي عبد ولي عبد قدام ولي شيء مجبار أو عبد قاصد سبي على نكاح مكي إجبار أو بدلو شيء محرر اساس لكاي ما لك بدري
بلا يزوجه هو ولي مزوج يا وطن كبدلي لما ميل كبدلي خلاف الصواب تسياس اهي مهما خلاف الصواب لان اللفظ المحرر يهم ما يهم قليل ان للولي نلي ان يزوج زوجه العبد الصغير زوجه بر الله رلا العبد الصغير الضنك او صغير كان رليز زوجه ساسا وهم قليل او ان الممنوع كان الريبي باي اجباره اجباره سبي سبي ان الاجباره فقط بس لي اجبار كلي اللي ديده ما هو برا لي بناوت ساسا دد وهم قلياس وليس الامر امر كن مهان كذلك ساس مهان اذ الا الصحيح صد الصحيح ما يبو منعه من الولي ولد ريبو شي لي التزويج ريبو الكريب جيب اهم فلا إيهام مركز وهم مهان في عبارة المنهاج منهاج عبر الدس وهم مهان ما يوالي لنا في نفي المنهاج منهاج ينفي التزويج جوريا وينفي مطلقا قبهم ولا يزوج بكريوس وإبدال لو تغيب بها ومنها ما يكون مذاها ومن إبدال الغريب ما يكون مذاها إبدال لفظ باغ وإبدال لو تغيب لو تعيب لو تعيب هدي ايبو بها بالجائحة مصيبة اسك ايبو فله ميلي الخيار واللي يساري بلو تعيب الثمر لك بدل ثمارك هدي ايبو بعد التخلية خالو لو بعد شيء بسبب ترك البائع بايا كتبو شيء سوي شيء السقيا كتبي فله فللمشتري الخيار واللي والصواب عبارة المنهاج عبارة المنهاج ما الصواب كتال لأنه أن المنهاج لأنه شان إذا تعيب بالجائحة مصيبة ديك إيبو فلا يثبت الخيار وخيار مصقنا ذو مصيبة ديك إيبو كي هو دين مي هاي او تعيب بها بالجائحة تليروس بها بالجائحة كان نسون ماري منهاج لو تعيب الثمر هدي ايبو بها مكدر نس جائحة لي ميرن ولك ايبو بعد التخلية بترك البائع ساق ياري فله الخيار كاسن ماي هايسون لو تعيب بها بالجائحة مصيبة ديك ايبو سلاري بس فله الخيار كان اقول يعني ادان لأنه لو تعيب بالجائحة فلا يثبت الخيار معنا والصواب عبارة المنهاج معنا تيهور ما هي تهدي ايبو جائحة مصيبك ايبو يلري مصيب غير شيء هو ايبو خيار مصونا عنه معنا إذا تعيب بالجائحة فلا يثبت الخيار لكن هذه شيخ ميري جائحة اللي قيد ما ورابيو غير شيء هو ايبو دونتا فله الخيار معنا تيهور دي ما هي فله الخيار مركلا جائحة اللي هايتي هدي ايبو بالجائحة كيبو فلا يثبت الخيار هو خيار مصقنا ذو منا ومنها ما يبكم اذا ابدال لو تعيب هدي ايبو هو ثمركي بها بالجائحة اي الجائحة مصيبك ايبو فله الخيار خيار لي هو مصيبك ايبو لي خيار لي هو مصيبك ايبو نن خيار من لي يلفهمه كلكم يعني هو مصيبة غير كأبا وندون حتى خيار اللي من هاي تيديس بلو تعيب الثمر وهدي أبا و تنقلك بدلي من هاي سقف بعد التخلية خالية لو بعد شيء مصيبة كويتي لي ما بترك البائع بايع كتبوا شيء كأبا والسقيا ورابين كتبي قلت انت فولن كبس لا لا ورابيه ولكوغا بايع مورابين كتبي ولكن ساسك ايبو ما هنا مصيبه كويت ليب مب فله الخيار والصواب عباره المنهاج منهاج عبر دي الصواب ما يولي لانه شانيه اذا تعيب الثمار هدي ايبو هاي يعني ساسواي بالجائحه جائحه كايبو مصيبك ايبو فلا يثبت الخيار خيار مصون هذا تن او دل منهاج تيدي سدلرا خيار مصيبك ايبو ما خيار من له مركز لكن هدي او بسك بترك السبائع السق يا كوينو فله الخيار ونقض اسما نساسك شليم ومنها من المسائل المستجدات مسالي الكل قد حسني ما يكون اذا بيان القولين لم يقول لا دي والوجهين وبيان الوجهين لم وجه لا دي
وطريقين وبيان طريقين لم طريق لديه والنص وبيان النص نص لديه ومن من المسائل المستجدات ما يكون إذا بيان القولين لم يقول لديه والوجهين وبيان الوجهين لديه وبيان طريقين لديه وبيان النص لديه يذكر المصنف مصنفك ما يشيغي عبارات عبريالية شيغي تعلم لغاذو منها من العبارات لكوغاذو أن الخلافة خلاف كبو قول أي للإمام لي أو وجه أي للأصحاب أو مركب منهما يذكر المصنف عبارات شيغي عبارات كصوت تعلم لغاذو منها من العبارات لغاذو أن الخلافة لا نكو أن الخلافة بسه يا أن الخلافة ما خلافة تايد كي خلافة شريدين أن الخلافة هدن أقول يا إن كان قولون لا نكو أن الخلافة قول للإمام أو وجه لأصحابه أو مركب منهما قولون على فذي ملس أن الخلافة ليس إندكيس نوميا يذكر ما يشيغي يذكر المصنف ما يشيغي عبارات يشيغي عبارات كسو تعلم لوغا ذو منها من العبارات لكوغا ذو أن الخلافة خلاف كبا قول أي أن الخلافة خلافة أقول أن ميكو قولي للإمام والويد ما هم يأكلون معنى ما يلفظ خلاف كنت كسو ظهرت خلاف كسد ولا هذا كسو ده قول للإمام وجه للأصحاب الشافع أو مركب منهما من الإمام والأصحاب سأصرف ذلك كل كن يذكر المصنف ما يشيغي عبارات ما يشيغي عبارات كسو تعلم لغاذو منها من العبارات لغاذو أن الخلافة خلاف كبقول إني لغاذو قول كسو للإمام الشافعي لي أو أن الخلافة بوجه أي لغاذو وجه كسو للأصحاب الشافعي لي أو أن الخلافة بمركب إيه منهما من الإمام والأصحاب التركيب أيه معنا وحاصل ما الذي ذكر المصنف مصر مصنف كشاغي وما كشاغي حاصل شيء ما يبوا أحد عشرة ميكو صيغة من صيغة وهي تميكو كصيغة ما يبوا الأظهر والمشهور بها والقديم والجديد وفي قول وفي قول قديم فهذه الستة اللي تنهان للأقوال ينصونا ذن وهي أقوالنا للإمام الشافعي له وإن لم يوجد السادس كان لها تهابي لها منها من الستة كم إذا في كلامه بأيلك أو وفي قول قديم كان سادس كان لها والأصح أصح والصحيح صحيح وقيل ميل ري كذا وهذه ثلاثة للأوجه يسكن له وهي أوجه للأصحاب له والنص نصنا للمركب منهما نص لمد ميل بكو كوي إمام الشافعي نكو كوي لكو ياب أصحاب الشافعي كو تلاميذ كوي تون لكو ياب لما ذبكوا كوايا يقين أهان لكن الراجح أن النص صدر راجح لكن ما يبوا نسكا يسكول له للإمام الشافعي يسكول له ولكن في النص النسكا ما يكسون هذا وجه وجه كوير أو للأصحاب لهم أو قول ما يكسون هذا قول كسو مخرج لبي قول كسو يخالفه خلافه والنص خلافه كما سدي سترى أنت أذيبه ما قرق دونت إن شاء الله تعالى قرق دونت والمذهب هو بدر دون كتاب نتيس مذهبك مكان تن عنومو يلر مكان تن عنومو مذهب ما دلر هو محتمل ثلاثة واي سديد بمحتمل كيو إني إمام الشافعي كهذا إني أصحابتك هذا لان إني اللمد يوبسك هذا لان سديد محتمل كيو ومراتب الخلاف خلافك مرتبيال شيء في جميع الحالات حالات كلمان توضفي شو هذه غالبا صدب بضم خلافك مرتبية الشيء في جميع الحالات غالبا صدب بضم وإلا هديساس غالبا لن أرنا
لم يبين الموه غالبا غدلنغر غير غالبا جر او مصنف والبن غديان والا غالبا غدلنغر لم يبين المصنف بما دين وجهين لم يجو في باب الجماعه كسوناتي وفي باب النفقه نفق باب كسوناتي. وهذا الاصطلاح اصطلاحا كان استدل ويلي صلى ان شاء الله او احوالا لم يسبق مدقنا اليه الى الاصطلاح المصنف مصنفك من دقنا احد احد من كرقنها لم يسبق اليه الى الاصطلاح المصنف من كرمرنا احد من كرمرنا وهو اصطلاح كان ايوان حسن كي فيلو اي بخلاف المحرر خلاف كما في المغنيسي كسونادي في حالة يعبر عبر فيها بلا ذلك عبر وفي حالة او المشهور او الاوصاحي او الصحيح صعبر لنكلا نمشي قومنا فحيث اقول في الاظهر او المشهور فمن القولين او الاقوال من اللي مصنف ومنها من المسائل المستجدات ما يكون بذا بيان القولين لما قول لعديه والوجهين وبيان الوجهين لما وجه لعديه والطريقين وبيان الطريقين لما ذي ود والنص وبيان النص نص لعدي يذكر المصنف شيء عبارات شيء تعلم لغاده من العبارات أن الخلافة خلاف كب قول قول إن يلوغادو للإمام اللي أو وجه هذا قول إي وجه فيري بس كفيري أقول إيو أو جهن أو وجه أو جهن هاي هذه كلمة راسة أن الخلافة أقوال نب أقوال أنا كم جرى يا ساق مركز أقول لا إني كان أقول بس أقوال غفيلم مركز أنا الخلافة تصدية كذا ماس يذكر عبارات غشجي تعلم لو هذا ومنها من العبارات أن الخلافة خلافك أقوال إني أت أقوال غايملس للإمام لي أو جهن واي قول للجميع أقوال لك جميع أقوال قول يا لي للإمام لي أو جهن وجيال إني أو جهن واي ملن جمع وجه أو جهن أو جهن وجيال واي يا صاحبي يا صاحبي الإمام إمام كسار تسلين أو مركب أما كل استركيب يا يو منهما من الإمام ولا صاحب الاستركيب وحاصل ما الذي ورشيك وابن ذكر المصنف ما غشاقي أحد عشرة تميكو واي صيغة من صيغة إيه وهي تميكو كميبوا وهي الأظهر أظهر واي والمشهور مشهور واي والقديم قديم واي والجديد جديد واي الخلافة أقوال للإمام وأكو أظهر مشهور لما ما قديم جديد سدما أفرما وفي قول قول هوب للرسول وفي قول وفي قول قديم اسكتر كلكم أظهر مشهور قديم جديد وفي قول كو وفي قول قديم لمو فهذه تنسيت تلتنغ للأقوال ينصغنا أن الخلافة أقوال للإمام ما هنا تاسمانا وهي أقوال للإمام يسكله حتى من تصوب للأقوال يري وهي أقوال للإمام الشافعي يسكله وإن لم يوجد هابي لهنا السادس كان لها هابي لهنا سون كجرون منها من الستة أي لكهنا في كلام المصنف هابي لكهنا ولا صح والوجه لا صح وجه لا صح والصحيح صحيح وقيل سديد وهذه الثلاثة سديد للأوجه يسكن له وهي أوجود للأصحاب الشافعية ينصون هذا أوجوه والنص نصنا للمركب ينصون هذا منهما من الأصحاب والإمام نص كلمة يسكن لها مركب ومنهما من الإمام إمام كيو والأصحاب هي مركب كيو لما الله هذا قرآن هو بإمام كالنس كل هذا قول مخرج يولين أوسك جرو والنص للمركب منهما من الإمام والأصحاب يقينا من يقين يقين هان صدق يقين تساسو لكن الأرجح لكن الراجح صدق راجح أن النص النص للإمام الشافعي الله ولكن فيه في النص النسك في شيء كسونادي وجه وجه كسونادي وجه كاسو للأصحاب يصاب شافا لهم أو قولوا كسونادي قول كاسو مخرج لبيي يخالف قول كاسو خلاف النص نص شافا يخلافه كما سيدي سترى أنت درجة سما درجة سوكر إن شاء الله تعالى إلى هذه الدنيا
والمذهب مذهبنا هو مذهب محتمل ثلاثة سديد باحتماله، مذهب الشافع، مذهب الأصحاب سديد محتمل، مذهب مركب. ومراتب الخلاف في خلافك مرتبية الشيء كائن هذه مرتبية الكسي في جميع الحالات هذه غالبا صدب بضنك. ومراتب الخلاف في خلافك مرتبية الشيء في جميع الحالات حالي على رومانتي وهذه غالبا صدب بضنك غير غالب كورم مرمر شيخ مراتب الخلاف قد دينا دي كورت وإلا غالبا قد دلن غير غالب لقب ميلن قد دينا جرتين لم يبين المصنف ومصنف كما دين وجهين لم وجمع الدين وجهين كسو في باب الجماعة كسونا دين مع الدين وجهين مع الدين وجهين كسو في باب النفقة كسونا دين مع الدين. وهذا كان الاصطلاح اصطلاح كان ايه لم يسبق مدقنا إليه إلى المصنف مصنف كنت كم مدقنا أحد أحد مدقنا معنى إليه ت لم يركن إليه المصنف يأينكن المصنف طول الأمير كلي بناء كلا ديكي لم يسبق مدقنا إليه إلى المصنف مصنف كنتكام مدقنا أحد مدقنا مانا ما المصنف بناء ديكوم إيه ما نبان المصنف بين القوسين غريتاس لم يسبق أحد مدقنا إليه إلى المصنف إليه الأمير كلي بناء كلا ديكي لم يسبق مدقنا إليه إلى المصنف مصنف كنتك إيه أحد أحد مدقنا مجر استلاحه ليس ما يسدي ما هو نواه ولي بلاوي وهو استلاح عن كان استلاح واي استلاح عن سواه سنو عناكسن هذا وركن الشيخ ملتبس كده واي بخلاف المحرر محرر خلاف شيء كده كما سدي في المغني مغني في شيء كسونا وفي حالة حالة يعبر المصنف ومصنف كعبره فيها في مراتب الخلاف خلاف كمرتبية الشيء كعبره بالأظهر يكعبره أو بالمشهور يا كعبرة أو بالأصح يا كعبرة أو بالصحيح يا كعبرة ساس ما عبرني ها مرتبيال كنت أكو كوين كلكم ميري فحيث ميل أقول أن أرو في الأظهر يا نر أو في المشهور أرو فالخلاف من القولين خلافكم ميكو صوت لما قول هيشيك صوت أو القولين كنا يسكو له للإمام الشافعي ليو أو الأقوال فالخلاف من الأقوال أما سد قول أوكل لما قول إيو إسخلاف سن إيه قول كو مرجع أو قول تو قول الفرق ليرا قول الفرق ليرا سد قول فحيث ما يقول أنا في الأذهر أو في المشهور أنا فالخلاف قدر الخلاف ما يكون هذا مرتب له خلاف ما يبوا من القولين يكون هذه أو من الأقوال يكون هذه قولين أقوال لصول للشافعي سنة رحمه الله تعالى ثم قد يكون القولان قولان اسمير نها قولان كجديدين هذا نكون ياب أو قديمين هذا أو جديدا أو قديما هذا وقد يقول هو مصنف كقوله لرجعهما قولان كقول في وقتين إمام شافع لم وقت كشل قولي أو في وقت واحد كقولي وقد يرجح رجعه لرجع أحدهما رجع أولا مركون هريت أسوب كوت رجعه فإن قوي الخلاف وخلاف دي هو قوة قلت أن ميكو قولي الله أظهر يكو قولي هو مير يا شيخ في حيث ميل أقول أن أر في الأظهر أن أر أو في المشهور أن أر فالخلاف وخلاف كمركاز ميكو صوت من القولين يكو صوت أو من الأقوال يكو صوت قولين أقوال صول الشافعي لي رحمه الله تعالى أي لما قولك صوت ثم قد يكون القولان لما تقول هذا على كياب جديدين هذا أو قديمين هذا أو جديدا وقديما هذا وقد يقول المصنف ما قولين كي قولوا لأرغيه في وقتين لما وقت كشال قول مركون جديد أر مركون قديم أر أو في وقت واحد كي قول لما تقول جديدين أر بس قديمين أر وقد يرجح احدهما لم يكن رجحه لا رجع اولا مركن غيت وقد يرجح ان الرجح احدهما احد القولين لم يكن قول كوشل رجع اولا مركن غيت الرجع هوب كوتب الرجع مركز ولم دمجر هوب لكن اسن رجعنا رجعه ولم با هذا هي فان رجح فذاك لره اديس رجع فذاك والا لابد أي يرجحه
هديك لأنه سرجع لا بد كقسم يومنا هو كتب كين رجع سلف ضاي هو كين رجع واي كذا على ما يكون قلتو الله ظهره قلتو المشهور إنه سرق قسم يي كتب إنه رجع ورجع واي معنا وفي قول إنه وقيل كذا إيه ولا قصر عن غيره مرجع نماها مركز ما يقول لا بد إنه سف فلا بد أن يرجع لره قلتو الله ظهره إنه سرق لكن كتب هو الله ظهره ساكر مثل مشهور كير بس قلتو مسجاز مركز ساسلم فيديو فإن قوي الخلاف قلت الأظهر إلى آخره الله أعلم.